التحاليل دي ما هي إلا مجرد استرشاد، ولكن القضاء المصري ومؤسسات الدولة لن تستطيع أن تسمح لأحد مهما يكن مين أن يشكك في مؤسسات الدولة المصرية. وبعدين مين معلش يوسف اليمن اللي طالع بيقول لك أنا مدرس صورتي وأنا عامل بتكلم من ورا الكمامة وأنا أصلا ده مش اسمي وأنا أصلا مش عارف أنت مين؟ أنت مين عشان تتجرأ تتكلم على مصر؟ أنت مين عشان تتجرأ تتحدث خلف الشاشات عن مصر؟ الدولة المصرية التي لها الفضل على جميع العالم، مصر اللي احتوت الدنيا كلها. تعالوا اتفرجوا عندنا في مصر، موجود عندنا عراقيين وسوريين وفلسطينيين، كل الدنيا كلها موجودة عندنا في مصر. مصر التي صدرت علم الحضارة للعالم كله. أقسم بالله ما هسمح لحد يغلط ولا يشتم فيها، وأي حد هيتجرأ ويطلع تاني خلف الكاميرات وخلف منصات اليوتيوب احنا كلنا هنهاجمه ومش هنسكت. انا فصلت لكم اخيرا الجزء اللي يخص تغريد ما عملتش التحليل وعبد المنعم مش موجود والناس تقول لك اصلي هرب. فصلت لكم الجزء واللوم والعتاب على الاستاذ المحترم عماد عبد الحليم في عدم اصدار حتى الان قرار بعمل التحليل امتى. الجزء الثالث والمهم الناس اللي بتتكلم في نشر وفضايح والكلام ده كله بسبيل ان احنا بنجمع ارباح لايكات الكلام ده كله، ما انا شغال، ما ده شغلي، ما انا بتعب عشان اعمله، يبقى انا راجل كذاب. لو انا قلت غير كده يبقى انا راجل كذاب. ولكن هناك يا سادة قضايا مهمة تؤثر على المجتمع المصري والعربي، لابد ان نكون ناطقين بصوت الحق ونحذر ونوعي الناس. مش عايز نقعدوا بقى نتكلموا كلام مرسل وكلام يعني الواحد صراحة ربنا مش عايز يتكلم أكتر من كده، ومش عايز أطيل على جمهور الجميل العزيز. أتمنى إن أنا أكون طلعت اللي جوايا، لأن أنا بصراحة ربنا بقالي يومين بشوف وبسمع حاجات أنا جوايا، يعني لو يعني ما دماغتنا إيه هتعرف أنا بتكلم في إيه كويس جدا، وهترد على كل واحد بيعلق تعليق سخيف، وهترد على كل الناس المشككين الظالمين. كفاية ظلم لمحمد الهادي، كفاية ظلم للراجل، الراجل في قهر وفي حزن. أشكركم وبتمنى من حضراتكم دعمي، لان القناة عليها بلاغ. اتمنى هسيب لكم قناة الجديدة في اول لينك هتلاقوه موجود في اول تعليق، اتمنى حضراتكم تشتركوا في القناة الجديدة وتدعموني. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.